مرحبا، أنا زينة حابي خبيرة تدريب رياضي. عم بفرجيكم تمارين رياضية سهلة وبسيطة مهم اتباعها عند اتباع نظام غذائي صحي. رح نبدأ اليوم طبعا بعد الإحماء بالترنت لونجز، وهذا المستوى المتوسط. اتجاهي للأمام، بطني رجلي 90 درجة، برجع ببدل 10 مرات. طبعا تذكروا انكم بتشدوا البطن. 4، دايما بنقدر نستعمل كرسي ما في اي مشكلة إذا حاسين مش متوازنين. 6، 7، كتير منيح. 8، 9، كمان واحدة. 90 درجة، 90 درجة، 10. مستعدين ترفعوا دقات القلب؟ يلا 20 مرة. 1، 2. إذا حسيتوا كتير صعب نزلوا الركب لتحت. كتير منيح. هلأ بدنا نحرك عضلات الجزء العلوي. بوش أبس مختلفين عن العادة، بنعملهم شكل V أو شكل 7. هي 1، برجع ببدل. 2، 10 مرات. لاحظوا إنه الفخذ عم بتصيب الأرض. هي 5، شادين البطن. طبعا دايما تقدروا تعملوا نص واحدة ما في أي مشاكل. يلا كمان 2. تمرين البطن اليوم مختلف عن كل مرة، هو static exercise، مختلف عن تمرين نعملهم دايما لكنه مفيد كتير كتير. بحط كواعي تحت الأكتاف وبس أنا عروس الأصابع مشد بطني. لاحظوا وضعية الحوض محايدة بعيد للعشرة. كتير مهم إن ما نرفع العضلة الخلفية لفوق، خلينا محايدين وما نقوص الظهر. إذا حسيتوا في أي ألم بالظهر اثنوا رجليكم. ممتاز، هذا التمرين بيشتغل على العضلة الديب العميقة كتير اللي بتوجع لما تصيروا تضحكوا. بتمنى تكونوا انبسطتوا بهالتمارين. هلأ لازم تبدوا تتمرنوا. بشوفكم بالمرة الجاي. باي.